هذه الشركه ديال سبع سنابل هي نشات في 2008 و2011 بدينا في لاغريغاسيون ديال الحبوب وبالاخص البذور المختاره قمح صلب قمح طري شعير خرطال تريتيكال خدامين معنا تقريبا واحد 70 واحد ديال الفلاحه اللي خدامه معنا الانتاج اللي كنوصلوا ليه سنويا كنوصلوا تقريبا 12000 طن ديال البذور المختاره مع شراكه مع الشركه الوطنيه للبذور المختاره سوناكوس والحمد لله هذا العام دايرين معها 5000 هكتار ديال التكتير من بين شعير وقمح طري وقمح صلب ونطلبوا من الله تكون سنه ممطره لانه داز الجفاف تاثرنا به بزاف وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يعاوننا ويطيح الامطار ويجينا شي عام مزيان ان شاء الله الله يكمل بخير الغايه في وضع الورش ديالنا في المعرض وهو الاتصال بالفلاحه وكنوريهم الانواع اللي عندنا ديال البذور وكنتناقشوا معاهم كيعطيونا الاراء ديالهم وكنفسروا ليهم وكنقولوا لهم اش كنديروا بالنسبه للبذور ديال الحبوب هي سنويا كتغير ديما عندنا الجديد ديما كل سنه كاين انواع جديده وكنديروا تجارب على الانواع الجديده وكنوجهوا الناس للانواع الجديده اللي هي ملائمه لا مقاومه اللي كتقاوم المرض اللي كتقاوم الجفاف وكذلك عندها انتاجيه عاليه هذا هو الهدف ديال هاد اللقاء مع الفلاح هنايا وكذلك يكونوا لقاءات اخرى من غير هنايا كنتواجدوا اليوم في المعرض ديال الحبوب مدينه برشيد حنا كنديروا هاد المنتوج ديال الكينوا وديال المورينغا والفوائد اللي كاينه في هاد الحبوب ديال الكينوا هي هذه ها هي الفوائد اللي فيها ومضاده للاكسده والناس اللي عندهم واحد الماده واحد ما عندهمش واحد المناعه ياكلوا كياكلوا الفرينه كضرهم كيخصهم يهزوا من السبيطار ديك الساعه ممكن وجدنا اليوم هاد الكينوا هادي الناس كتاكلها ما كضرها ما والو صلبنا اليوم لي ماشين ديالهم باش كيتحكوا لانه ملي كتنتجها ما كتكون صالحه للاكل كتكون حاره ما كيقدوش الناس ياكلوها صلبنا واحد لي ماشين باش حيدنا ليها واحد الصابولين هذاك الصابولين كيخدم شي حوايج من غير الماكله هذاك الصابولين كيخدم التجاعيد فيه كريم كيخدم صابون الناس اللي عندهم كلاف الناس اللي عندهم حب شباب ما تيطولش في هذاك ماشي نقول لك سيمانه ولا ثلاث ايام اربع ايام كيطفى هذاك حب الشباب المهم على اي حال هاد الكينوا راها مزيانه وحنا خدمناها من 2013 وحنا كنتعافروا معاها حتى وجدناها دابا في المغرب وكنطلبوا الله تبارك وتعالى الناس كاع يعرفوها لان كاين الناس اللي ما تيعرفوهاش القليل اللي كيعرفها الناس اللي كيعرفوها راهم تيقلبوا عليها انا راه كنديها دابا لمراكش كنديها ليوسفيه كنديها لانه كاين الناس اللي كياكلوها غير اجنبيين يعني كاين لوطيلات كنديها لواحد المنطقه اخرى حدا مراكش كيديوها الناس اللي كياكلوها كيعرفوها يعني وهاد المغاربه باقي يلاه قليل اللي بدا كيعرفها كيجي وكيسولوا عليها وكنعطيهم عليها كنشرحوا لهم عليها وحنا راه ما كنطلبوا الله تبارك وتعالى ان تكون زراعه بديله لان هي ما كتبغيش الماء بزاف حنا المناخ ديالنا ولا قليل فيه المطر وهي كتجي تقريبا غير على 40 ملم ديال الشتاء هي نطلبوا الله انها تكون رخيصه كاع نوجدها كاع من هذه المزرعه باش توجد للمستهلك وتكون الثمن ديالها طايح بزاف لانه كتجي غير على 40 ملم 35 ملم ديال الشتاء حنا اول مشاركه لينا في هذا المعرض ديال الحبوب برشيد من اجل نقدموا للزملاء ديالنا والفلاحه التقنيات الجديده فيما يخص المضخات المائيه والري بالتنقيط وكذلك وما يتعلق بالطاقه الشمسيه احنا عندنا فروع على الصعيد المغربي في عده مدن الرشيديه من بينها الرشيديه مكناس ايت ملول وميسور وهناك فروع ان شاء الله في القادم احنا العروض المنتجات اللي كنقدموها في هذا المعرض هي من اجل تحسيس الفلاح على التقنيات الجديده
لا من ناحيه الري والتنقيط ولا من ناحيه الطاقه الشمسيه، باش حتى هو كيعرف كيفاش يقتصد في الفلاحه ديالو وما يكونش عنده مخسور كثير من ناحيه الماء كما كتعرف النقص اللي كاين حاليا في هذا المورد. دونك كنحاولوا نفسروا ليه المنتجات اللي كاينين جديده من ناحيه الري والتنقيط، من ناحيه الطاقه الشمسيه، وكذلك في المضخات والمنتوجات الجديده اللي عندنا في شركه اونيماغري.